يا مرحبا ومسهلا. اليوم راح اسوي معاكم مكرونة بالبشاميل. على النار راح احمي زبدة وزيت. راح احمص بصل وثوم مدقوق. لغاية ما يتحمر عندنا. الحين بعد ما تحمر عندنا البصل راح نضيف لحم الغنم المفروم. لغاية ما يتغير عندنا لون اللحم. مجرد تقليب بس مدة 5 دقائق. راح اضيف له مكعب واحد من مرق اللحم. اقصد مكعب واحد يعني بس واحد من هاي المكعب. راح اضيف له نص ملعقة شاي من البهار المشكل، اي بهار مشكل عندكم. نص ملعقة شاي من السنوت واللي ليليان، يعني الكزبرة المطحونة والكمون. نص ملعقة شاي من الكركم. نص ملعقة شاي من الزنجبيل المطحون. الحين راح أضيف له طماط فرمتها، طماطة واحدة كبيرة فرمتها. راح أضيف رشة فلفل أسود، يعني نص ملعقة شاي. وآخر شيء راح أضيف معجون الطماطم نص علبة. وخليه يتسبك. الصوص البشاميل راح أضيف 80 جرام من الزبدة، راح أذوبهم. بعد ما تذوب عندنا الزبدة راح أضيف 80 جرام من الطحين. لازم الطحين ويا الزبدة يتساوون بنفس الجرامات، وما نبالغ في إن إحنا نطبخ الطحين عشان ما يغير طعم البشاميل عندنا. بس مجرد ما يتجانس الطحين مع الزبدة على طول نضيف له الحليب. راح أضيف 5 أكواب من الحليب. الحليب يكون فاتر، ما يكون حار أبدا، وعلى طول تخلطون عشان ما يتكتل عندكم الطحين، وتنزلون الحليب بالتدريج. وانتو تخلطون. راح اضيف له ماجي، مكعب من الماجي. وراح اضيف له عشان النكهة بصل، حطيت فيه قرنفل، 7 قرنفلات بس خليته كذي عشان عقب أشيله، بس ياخذ النكهة. رشة من جوزة الطيب، رشة كلش خفيفة، واحدة من ورق الغار، ورشة من الفلفل الأسود. على طول حركوا علشان بس تتأكدون من ثقل القوام، بعدين تشيلون البصلة وتشيلون اللي هو ورق الغار. بس يثقل عندكم الصوص على طول سكروا عليه. سر النكهة راح نضيف 2 من جبن الكيري. ونخليه يذوب. وراح اضيف علبة جيمر، اللي هو الجيمر الكويتي انا عندي الصغير. تقدرون تستخدمون بوك بس واحدة. هذا القوام صار عندنا
قليل راح أبند عليه. وهذه المعكرونية اللي سلقناها راح أضيف لها من صوص البشاميل واخلطه. طبعا تشربونها شوية عشان تتماسك عندكم، لأن تحطون اللي هو تحطونها في البايركس، تخلطونها، تخلونها كل المعكرونية متجانسة مع خليط البشاميل. والحين في بايركس غزير راح نحط نص كمية المعكرونية اللي سويناها وشربناها بالبشاميل. الحين راح نضيف طبقة خفيفة من البشاميل بس، مجرد طبقة خفيفة علشان بنحط اللحم المفروم. والحين نضيف اللحم المفروم، طبعا كل الكمية، يعني اللحم المفروم لازم يكون في النص. والحين راح نكمل نضيف عليها، بعد ما رتبنا اللحم راح نضيف صلصة البشاميل، طبعا نص الكمية اللي موجودة عندكم اللي بقيت يعني. والحين نضيف الكمية، بعد ما حطينا البشاميل نضيف الكمية الثانية من المعكرونية، نغطي فيها البايركس. اللي هي النص. طبعا البايركس لازم يكون غزير. والحين بعد ما ضفنا المعكرونية راح نضيف النص المتبقي من صلصة البشاميل. والحين بعد ما حطينا آخر طبقة اللي هي طبقة البشاميل المتبقية عندنا، راح أضيف الحين جبن الموزاريلا. أنا عندي يا مربعات شري، راح أضيفه جبن الموزاريلا، عندي يا مربعات من شركة بوك، راح أضيفه، راح أضيف عليه شوية من جبن المراعي اللي هو السليس. الموزاريلا تقدرون تاخذونه العادي اللي هو المبشور، بس لان انا اللي متوفر عندي الحين هو المربعات. وهذه جبن الاسليس من المراعي، وراح اضيف له قطعة صغيرة من اللبنة الكريمية من كيري. بهالطريقة عشوائية، طريقة عشوائية بهالطريقة. راح ادخلها الحين الفرن على درجة حرارة تقريبا 180 من فوق بس، عشان بس تتحمر عندنا. وهذه معكرونيتنا بالبشاميل جهزت. علينا وعليكم بألف عافية.